القطع الثالث بالهلاخوت والقمح يا شام. اللي تعلمنا امبارح بتقصير فسرنا شو هو الحداش اللي حرمت عليه التوراة، مثل ما قال الرامبام، الرامبام قال لنا انه هيك الهلاخة، فسرنا الرامبام انه كل شيء الحداش حرمت علينا التوراة ناكله. بس الياشان حللتهم. الحداش والياشان هون عم نحكي على التبوءة، اللي فسرنا شو هن امبارح، ان هدول الخمس انواع بالعادة بنبارك عليهم ميزونوت يا هموتسي وبرخاء أحرونا على المحيا يا برخاء تمازون. هدول هن التبوءة. شو يعني حداش شو يعني ياشان؟ فسرنا امبارح بنعيده بتقصير كتير كتير. كل شيء ببلش يكبر يعني بالأرض يكبر بعد ما بلش البيسح هذا اسمه حداش، هذا محروم لبين ما يصل البيسح اللي بعده النهار الثالث بعد البيسح، وبرات إرس إسرائيل النهار الثالث بيسح لتاريخ 17 بنيسان. بس ما وصل 17 نيسان كل شيء بلش يكبر بالارض، حتى اذا قصينا بعد البيسح، بس المهم انه بلش يكبر بالارض قبل البيسح. بعد ما عدى البيسح بيصير هذا اسمه ياشان ومتار. هذا هو الياشان اللي حللنا عليه التوراة، وهذا هو الكيمح ياشان اللي نطلبه دائما المحلات من لما نتسوى كيمح ياشان. الحداش هو كل شيء اللي بلش يطلع بعد البيسح قبل ما يجي البيسح اللي بعده، هذا الكبر بهالوقت اسمه حداش. ولا هي حداش من شفنا امبارح انه التوراة حرمته. بدنا نجي اليوم نحكي على خلي مع سي انه شلون وصلنا لهالدين، ليش مثل ما قلنا امبارح باخذت الفيديو باخذت الشغل انه في كثير بياكلوا حداش وفي كثير هخشرين بيحطوا حداش بيحطوا كاشياء الحداش نتعلم عليها بالمستقبل. بس عشان نجي نفهم هالموضوع لازم نتعلم اول شيء على اساسة الدين من التوراة وشلون الجمراء فهمت هالدين. اما نجي نتعلم ربوتاي الهلاخات بدنا نحكي عليه اليوم، بدنا نعطيكم مقدمة اليوم انه بدنا نقول شغلة مهمة كتير ايش نوصل نحن لهلاخة. نعرف كلمة محلوكت، اللي ما بيعرف شو يعني محلوكت بنفسرها ذات الشم يوم المحلوكت، بس معروف الناس بيعرفوا محلوكت، بيعرفوا انه في محلوكت بكل شيء بالتوراة، تقريبا في كل شيء محلوكت، مأكد مو بكل شيء في محلوكت، الا تفاصيل النقطة اوقات في محلوكت. اساسة الدين كثير كل واحد بوافق عليه، بس ايش هالنقطة من يعني من الموضوع الكبير عليها يمكن في شغلة محلوكت. محلوكت بنترجمها يعني متخالفين. متخالفين الأوقات بنشوف إنه الحاخامين متخالفين بتفسير نقطة من الموضوع. So هاي المحلوكت نعرف إنه بالأخير إحنا لازم نقرر وما عم لازم نمشي. ما بدنا نقول أوكي في محلوكت تريد تساوي شو ما بدك. هاي الكلام ما في عنا يعني. صح في متخالفين في حاخامين هيك وفي حاخامين هيك. بس حتى الجمرة بتجرب إنه تطلع بطريقة. إذا الجمرة ما قالتنا بواضح مع أين الرأي لنمشي، لكن بهذاك الوقت لازم نحن نطلع ونشوف الحاخامين من قبلنا وأساستهم الشلحان عروخ ربي يوسف كارو اللي كتب المصحف شلحان عروخ. شو كاتب هذا الحاخام؟ هي طريقة السفرادين الأشكنازيين في عندهم الحاخامين تبعهم، وبالشلحان عروخ الحاخام تبعهم كاتب كمان مقطع مزوده للشلحان عروخ اسمه الهجهاء، كاتبه ربي موشي إزرائيلي هلا كان يورساي تبعه بلاك بعومر. هذا الرما بهيك اسمه الرما ربي موشي إزرائيلي ريش من ألف. هذا الأشكنازيين بالعادة بيمشوا مثل ما هو كاتب الحكام تبعهم، بس فردين نحن نمشي الحكام تبعنا. وهيك بكل كهلة وكهلة وبكل كنيسة بأمت إذا واحد عنده الحكام تبعه بيمشي مثل ما الحكام تبعه بيعلمه. نحن بس كل السفرادين قبلنا على حالنا هيك كاتبين البوسكين الكبار البني شحاي الحداء الكافحيين حخام بن سيون حخام عبديا يوسف وكلهم ما في معارض لأن السفرادين قبلوا عليهم البسكي هلخاء مثل ما كاتبهم الشوحان عروخ المسميه نحن ماران. ماران شوحان عروخ ربي يوسف كارو شن هو قرر الدين لنمشي معه. So اليوم بدنا ذات الشيء نجي ونشوف انه هالموضوع الحداش على تفسيره في نقطة متعارضين عن متخالفين عليها من الجمرة، ولنشوف شلون بالتسلسل الهلاخة لفن وصلنا مع مين مشي شحن عروخ. دائما لما في محلوك لازم نسأل حالنا شو رأيه لمران؟ مران شحن عروخ شو كتب؟ شو ما هو كتب شحن عروخ هيك لتكون الهلاخة. سو نجي نبلش بذات الشيم من الجمرة. الجمرة بتعرف انه في بالجمرة كمان محلوك على الدين تبع حداش، بتمنى الحداش بتروح حرمته.
الجمارة بتقول إنه كان في متخلفين عليها بالجمارة من اثنين حاخامين. متخلفين في حاخام واحد بيقول إنه الحداش محروم بإرث إسرائيل بس برات إسرائيل الحداش متاح. الحاخام الثاني بيقول لك بإرث إسرائيل محروم وحتى برات إسرائيل محروم، اثنيناتهم محروم. هي المخالفة بالجمارة، يعني كل واحد وافق كل التبوال جاي من إرث إسرائيل محرومة. ما تفرق إذا لأنها كلها بإرس إسرائيل يعني لأنها كلها برات إرس إسرائيل. إذا جاي يعني عم تكبر وإجت زرعة من إرس إسرائيل حرام ناكلها. برات إرس إسرائيل عليها هي فيها محلوكة متخالفين بالجمارة. رأي بيقول إنه برات إرس إسرائيل محللة الحداش، ورأي تاني بيقول ما محلل الحداش. الرامبام مثل ما شفنا امبارح، الرامبام هو من حاخامين من السفرديم من قبل شيء حوالي 800-900 سنة حسب ما تفرجوا على الفيلم. من قبل 800-900 سنة الرامبام كاتب واضح انه التبوآ الحداش محروم بإرث إسرائيل وبحوض الأرض حتى برات إسرائيل من هالتورا. هاي الرأي تبع الرامبام، وهيك ربوتاي كمان هو الرأي تبع الشوحان عروخ البيت يوسف. مثل ما كاتب نفسه الشوحان عروخ بسمان تفتت، وكمان كاتبه مران اللي بده يطلع بيوريدع سمان رس صدي جيمو، كاتب بهلاخاء بيت لأراكم ياها السور حداش نوهج بين بئر بين بارت بين بحوت ارض. السور تبع الحداش يعني تبوال جديده هو موجود بين بارت بإرس إسرائيل وبين بحوت أرس وحتى برات إرس إسرائيل، يعني بالأبلاد برات إسرائيل مثل سوريا وأمريكا والصين وكل محل. بين بشل إسرائيل بين بشل عبيد غبيم، وما بتفرق إذا هذا التبؤة جاي من جوي يا جاي من يهودي، يعني حتى إذا جوي زرع أرضه وبعدين قصة وبده يبيع هلا لليهود كمان محرومة، ما لازم ملك اليهودي عشان تكون محرومة. حداش محروم ما تفرق مين صاحب التبوءة إذا هو يهودي إذا هو جوي. هي الرأي تبع مران بيريدع. لو رأيكم هذا مران بأورح حيين سمان تف بيتيت هلا خيول، هي موجودة بالمجتمع الرابع حيلة كيل بده يطلع عليها. لو رأيكم يعني وترجم بيقول شوحان عروخ السور لأخول حداش أف بزمان هزي، حرام واحد ياكل حداش حتى بين الوقت بين لحم ما تفرق اذا هو خبز بين كلي حتى ياخذ هالحنطه وبقليها يعني بحمصها بالفرن بين غمال يا بحمصها نصها محرومه عاد تحلات ليل يدحد بنيسان لعند بدايه الليل 18 بنيسان، يعني بنخلص 17 بنيسان الناس مرات ارث اسرائيل وبارث اسرائيل بارث اسرائيل عاد تحلات ليل يدحد بنيسان لعن ما يخلص ثاني نهار العيد البيسح يعني بداية 17 بنيسان. هاي الكلام تبع الشوحان عروخ. ربطان لقلكم انه الشوحان عروخ كاتب الرأي مؤسس على اكترية الحاخامين اللي قبله. الحاخامين الجايين قبل الشوحان عروخ اسمهم ريشونين. من ريشونين لفرجيكم ربطان انه هون في عنا على الاقل 9 ريشونين بين يعني 9 حاخامين من قبل الشوحان عروخ منهم الاسامي الكبار مثل ما قلنا الرمبان، الريفة بين اسحاق الفاسي، الروشة بين اشير، جايبين كلاتهم ما معادين كلاتهم كاتبين انه هذا السور الحداش السور بإرث إسرائيل وبرات إسرائيل من هالتوراة. اللي بده يشوف قصة من هالريشونين يطلع بيقول هلاخاء بسمان تاف بيتيت، وهونيك بيشوف انه 9 حاخامين من قبل ما الشوحان يعني الاكبر اوريدي كاتبين انه محرومة من هالتوراة. فيعني الشوحان عروخ الكاتب انه هي حرام ما له كاتبها هيك رايه بس مؤسس على حاخامين كبار كبار كبار، واخذ هو مثل ما بالعاده بالبساكة الاخرى تبعه بيشوف اساسة البوسكين واكترية الحاخامين بيمشي معهم. هون اكترية الحاخامين مؤسستهم كاتبين انه الحداش محروم بين بإرث إسرائيل وبين بحوض الأرض. بس لكم انه في بيعارضوا والبيعارضوا بذات الشيء مشان نفهم ليش بيعارضوا وشو فهموا الجمارة بذات الشيء نحكي عليها مش بشعور الجاي.